وصايا السلف فيها العلم والهدى والنور، من تمسك بها اهتدى وسار على الطريق المستقيم ونجا من مضلات الفتن. ومن الوصايا قول الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيهم أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار انتهى كلامه. هذه النصيحة من الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله نصيحة غالية جدا، ولو أن الناس أخذوا بها لعصمهم الله رب العالمين بإذنه من الزيغ والضلال على أيدي دعاة الفتنة وحملة مشاعل الضلال